حاولت اتحدى اعاقتي بتعلمي لمهنة الصوف، حاولت اتعلم هيدا المهنة وانا في بيتي وعلى كرسي حتى اكون قصة محفزة لغيري واتحدى هيدا الاعاقة وانهي كل شيء اسمه اعاقة. استمريت بهيدا المهنة، طبعا تعلمت هيدا المهنة بعد ما تركت دراستي، انا درست للسادس ابتدائي، تركت الدراسة استمريت بهيدا المهنة، حاولت اطور عملي بشكل كتير كبير اظهره لغيري، مثل ما حكيت انه تكون قصتي تتحول من قصة معاناة لقصة نجاح. استمريت بهيدا المهنة، شاركت بمعارض، حابة اطور هيدا المهنة، يعني طبعا مستقبل ما وقف عند هيدا المعارض وهيك، بدي كمل مشواري. رسالتي بشكل عام للعالم انه ما في شيء مستحيل، اللي عنده هدف يستمر مهما كانت الصعوبات. كل انسان رح يمر بصعوبات ان كان من ذوي الهمم او من الاشخاص السليمة، لكن ثمرة التعب بتنسينا التعب السنين اللي عانينا. مشاركتي كانت بالأعمال اليدوية، بساوي شكلات وقواص، بشتغل بالورد، بشتغل بالصوف، بساوي جلايل للصواني، وأنا من مهنتي بصرف على نفسي والحمد لله رب العالمين. يعني صحيح إنه ما فيها المورد، بس هوايتي بحبها كتير وبحب أعلمها يعني لبنات كتير منشان يستفادوا منها، وبتمنى إنه هيك شغلنا يعني نال إعجاب الجميع، وإن شاء الله عم بيقولوا لنا إنه بده يصير يتسوق شغلنا، وإن شاء الله إنه يعني مندرب أكثر من مركز. أقيم المعرض في معرض مصريين في مركز المنظمة. طبعا المعرض هو للأشغال اليدوية وتزيين المنتجات التجارية من صمديات والرسم على الفخار والزجاج وتزيين الأكواب وأعمال إكسسوارات. طبعا هذا المعرض يهدف إلى تمكين النساء، بيلي أنه أوضاع الاقتصادية جدا سيئة بسبب الوضع في الشمال السوري، والتخفيف من معاناة النساء والعنف الأسري.